قد نسبة الفقر عندكم؟ شباب لو يبيع كلينس بالشارع العام لو يبيع مي. انت مع انشاء اقليم للفرات الاوسط؟ الديوانية شعبها فقير استاذ، لا يقطع شارع ولا يحرق اطار في وسط الشارع. طيب الحل شنو؟ كانت السماوه والان الديوانية الافقر. عندكم سلاح مفلت بالديوانية؟ حشيش شعبي ما يعتبر سلاح مفلت. قلت اعطونا الحلبوسي خلوا رئيس وزراء. كل شخص يخالف حج نوري ما يصير زعيم. تبقى تجمع عشاء لشنو دوركم؟ اذا وصلت القضية للقتال ليش ما نقاتل؟